بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للزميل عبد الله العمده. نتواصل لانطلاقه شوط الختام لا بعد شوط في هذا الصباح، وخصص للابكار الاذاعه المهجنات الاصايل، والمسافه هي 6 كيلومتر. نتمنى التوفيق والنجاح للجميع مع هذا الانطلاق والمسار لهذا الشوط. نذهب مباشرة إلى المقدمة، إلى الصدارة، إلى المركز الأول. الشامخة، هي الشامخة بعلوها مع الصدارة، سلطان بن غالب بن راشد المنصوري يقدم لنا الشامخة في شوط الختام، وتأتي الشامخة مع مقدمة الشوطة ومع المركز الأول. انتقل مباشرة إلى المركز الثاني، ورا من ثاني المراكز من تصل اللي هي مزنة، راشد بن مبارك بن حمد الشهواني من يقدم مزنة في هذا الشوط، من تأتي على المركز الثاني. ثالث المراكز، المركز الثالث مشاهدينا الكرام، وصول وقدوم في هذه اللحظات، وتقدم ممتاز بهذا المسار من ترافق مزنة مع المركز الثالث. تأخر ونشوف اللي في المركز الثالث مشاهدينا الكرام. تصل في هذه اللحظات التغارين، تعود الملكية لسعيدة بن محمد بن قرامز الصيعري من يقدم لنا التغارير مع المركز الثالث. رابع المراكز الشايبة لهم بن سعد بن طالب بن شريب المري من يقدم الشايبة مع المركز الرابع. خامس المراكز، وصلت سمحة، وسمح الله دربك يا سمحة، محمد بن عبد الله بن محروم المحرمي من ينطلق مع المركز الخامس ويقدم سمحة. سادس المراكز الشايبة، سعيد بن شطيط بن حمد بن فارس الشامسي مع المركز السادس. انتقل الى سابع المراكز، ورا الشاهينية تعود الملكية لعبيد بن سعيد بن علي الزرعي مشاهدينا الكرام بالسعودي من يقدم الشاهينية مع المركز السابع. ثامن المراكز، وصلت أبرار معيوف بن محمد بن حوير بن المنصوري. تاسع المراكز، الظبي حمد بن محمد بن راشد الشامسي. هكذا النداء للمراكز المتقدمة، دعنا كاملة مكملة. نعود مع البداية، نعود مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول مشاهدينا الكرام. فالمقدمة والصدارة الشامخة على المقدمة، الشامخة لسلطان بن غالب بن راشد المنصوري مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول مسيطرة منذ الانطلاق حتى هذه اللحظات. تعلن حضورها مع القيادة والصدارة ومتكلفة بالقيادة وبمهمة هذا الشوط، هي من تسيطر مع المركز الأول. المركز الثاني تغارير، سعيد بن محمد بن قرامز الصيعري من يقدم لنا تغارير مع المركز الثاني. ثالث المراكز، مزنة راشد بن مبارك بن حمد الشهواني من يقدم مزنة مع المركز الثالث. المركز الرابع، وصول من الشايبة ليلهم بن سعد بن طالب بن شريق المري مع المركز الرابع. خامس المراكز، سمحة محمد بن عبد الله بن حروب المحرمي مع المركز الخامس. وفي سادس المراكز الشايبة، سعيد بن سطيط بن حمد بن فارس الشامسي. أما المركز السابع الشاهينية، عبيدة بن سعيد بن سعود الزرعي من يقدم الشاهينية مع المركز السابع. ثامن المراكز، الظبي حمد بن محمد بن راشد الشامسي. وفي تاسع المراكز، أبرار معيوف بن محمد بن حويرب المنصوري. ها هو النداء الثاني للمراكز المتقدمة ولشوط الختام لا بعد شوط. يا أخوان، من بيختم هذه الفترة الصباحية التي قررت لسن الإذاعة والمسافة هي 6 كيلومتر؟ نعود مع شوط الختام، نعود مع البداية. أهو أمامكم مشاهدينا الكرام التوقيت الأفضل في الثلاث، التوقيت الأفضل مشاهدينا الكرام، أهو أمامكم التوقيت الأفضل الذي حاصل على المركز الثالث، ومن حصلت على التوقيت بالمركز الثالث 9 دقائق مشاهدينا الكرام، 29 ثانية، 9 من الأجزاء. تهانينا للشاهينية لأحمد بن مبارك بن منيف المنصوري من هي حصلت بالتوقيت في المركز الثالث. أما التوقيت بالمركز الثاني هو كان المسجل لمشاهدي الكرام لرحيق لسعيد بن سهيل بدلوي 9 دقائق 28 ثانية، 9 من الأجزاء. أما التوقيت الأفضل والتوقيت الأبدع مشاهدي الكرام جاءت به راهية
تعود الملكية المظفر بن محمد بن خموشة العامري. أمامكم رحيق، ولكن بعدها تاتي صاحبة التوقيت الأفضل والتوقيت الأسرع اللي هي راهية المظفر بن محمد بن خموشة العامري. مشاهدينا الكرام، هي من سيطرة بالتوقيت الأفضل، ها هي أمامكم على قناة أبوظبي الرياضية، هي صاحبة التوقيت الأفضل الممتاز، وفي يوم من أيام السرعة وتحطيم الأرقام. شكرا للمخرج، شكرا للمخرج أسامة الهواري من يوافينا بالتوقيت الزمني. ها هي راهية، ها هي راهية المسيطرة حتى هذه اللحظات، 9 دقائق 23 ثانية وفاء وتماما. تهانينا لك يا رعصوغة مظفر بن محمد بن خموشة العامري، والسلالة تشفعلة سلالة راهية مظفر. تهانينا والناموس يا رعصوغة. نعود مع الانطلاق، نعود مع البداية، مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. من تسيطر في المقدمة وتاتي الشايبة، غيرت الشايبة للمقدمة، أذعنا بالتوقيت الزمنية والشايبة هي احتلت الموقع مع مقدمة الشوط. لهم بن سعد بن طالب بن شريم المري. نعود مع البداية، سلام المقدمة الشايبة لهم بن سعد بن طالب بن شريم المر. يا سلام، وصل بالسعودي، وصل عبيد بسعيد بالسعودي الزرعي، يقدم لنا الشاهرية مع المركز الثاني ثالث المراكز الظبي حمد بن محمد بن راشد الشامسي. يا سلام، رابع المراكز وصول من أبرار معيوب بن محمد بن حويرب المنصوري، وايضا الشايبه سعيد بشطيط بن حمد بن فارس الشامسي. الكل بدا ينطلق هنا مشاهدينا الكرام، ما تبقى الا القليل، الكيلومتر الاخير، بانت لافته الكيلومتر الاخير، ها هو الخط المستقيم مع شوط الختام، خط النهايه مشاهدينا الكرام، لا يفصلها الا كيلومتر اخير، كيلومتر اخير. وبن شريم مسيطر مع مقدمه الشوط، معلن حضوره بهذا الاداء. من تقدم الشايبه مع مقدمه الشوط، الشايبه الشايبه لهم بن سعد بن طالب بن شريم المري مع مقدمه الشوط مسيطر. يا سلام، وصول وقدوم هنا، وصول الله مشاهدينا الكرام، وتقدمت في هذه اللحظات تنطلق اللي هي الظبي حمد بن محمد بن راشد الشامسي اول ذا، ولكن هنا التسلل من الشام سلطان بغالب بن راشد المنصوري. نعود مع الرقص، بدت مشاهدينا الكرام تغادر بالشوط. يا سلام، الشايبه غادرت، الشايبه انطلقت، الشامخه واصله، ديري البال يا شايبه، قادمه بكل قوه الشامخه، ولكن الشايبه تغادر مشاهدينا الكرام مع هذا الرقص الممتاز. وسلام يا الحسا، سلام وسلام وسلام يا الهفوف، سلام وسلام يا ميدان السيح، ومشكور يا بن طويلش، وسلام يا بن شريم، سلام سلام يا بن شريم، سلام مشكور يا لهوب بن سعد بن طالب بن شريم المري. شوط الختام مع الرقص مع الشايبه، تهانينا لهوب بن سعد بن طالب بن شريم المري. المركز الثاني الشام سلطان بن غالب بن راشد المنصوري، والمركز الثالث والشايبه سعيد بن شريم بن حمد بن فارس الشامسي. رابع المراكز سمح محمد بن عبد الله بن حيرم الحرمي، والمركز الخامس عبيد بس عيد بالسعودي الزرعي. هكذا مشاهدينا الكرام، هكذا التوقيت، هكذا نذهب الى التوقيت الزمنيه لشوط الختام، ونرى الاعاده اثناء وصول الشايبه الى خط النهايه، معلنه فوزها وناموسها وانتصارها، ومهديه مشاهدينا الكرام لهم بن سعد بن طالب بن شريم المري على هذا الفوز والانتصار في الاعاده. مشاهدينا الكرام، من المخرج، ها هي الشايبه أثناء وصولها إلى خط النهاية، معلنة الفوز والناموس، قاطعت المسافة 6 كيلومتر في زمن وقدرة، طافت الشايبة. نعود للمخرج، عيد لنا الشايبة أثناء وصولها إلى الخط النهائي لكي ناتي بالتوقيت الزمني. مشكور للمخرج. 9 دقائق 39 ثانية خمسا من الأجزاء. تهانينا والناموس لمالكها لهم بن سعد بن طالب بن شريم المري. المركز الثاني وصلت الشامخة سلطان بغالب بن راشد المنصوري، قدمت عرض تشكر عليه ويشكر مالكها سلطان بغالب بن راشد المنصوري. 9 دقائق 41 ثانية خمسا من الأجزاء. المركز الثالث كان من نصيب الشايب سعيد بشطيط بن حمد بن فارس الشامسي. تهانينا والناموس. 9 دقائق 44 ثانية خمسا من الأجزاء. تهانينا والناموس للجميع.